لو هتختصري قصة نجاحك في جملة. قصة نجاحك حسستيني أم كلثوم. هاي واضح ما يحدد. عندي هو اعمل ستايلينج، اعمل الميك اوفر للشخصيه يطلع شكلها احسن ما هي. كاظم الساهر الى تلميذه، وكان كمان عندي دغري بعضه، كانوا باك تو باك بنفس الاسبوع، وائل كفوري بحبك انا كثير، فلا هن عملوا ضجه كبيره. دومين هيدا وشغلتي بالذات ما في عندها يوم اوف، ما في يوم عيد، ما في يعني ما في وقت إلك. هيدا سؤال من سنتين ثلاثة يمكن، قلت لهم هند صبري لأن أنا بحبها كتير لهند، واشتغلت معها يعني كان في إلها إطلالة بكان يمكن أو بجنيف على ريد كاربت، واشتغلت معها، يمكن بحب أعمل معها مسلسل. كنت عم بعمل سيجمنت ببرنامج ببيروت فاشن بوليس. لا انت مش متخيله يعني في علي قواضي. في فنانات رافعين علي قضيه، وفي وحده رافعه علي قضيه محاول بالقتل. شو في يا جماعه فستان؟ بحكي عن فستان يعني. طبعا بتتعمد لانه هي شخصيتها انه هي تلفت النظر باي شيء. كنا نشوف جميل مايا على الريد كاربت، صرنا نشوف حركاتها يعني شو بتعمل. انا يعني ما حبيت الشابو والفستان، حسيته عادي كتير، والستايلينج تبعه حسيته بايغ. كيف فنانة كبيرة تكون لابسة فستان مش حلو ومش لابقلة؟ يعني البسي فستان مش حلو ما عندي مشكلة، فيني بالاخر اقول هيدا ذوقك، هيدا ما بعرف شو، انما مش لابقلك هي اللي انا بقدر اقولها. على الاهتمام هو مش خطوة واحدة، يعني إذا رحت اليوم عملت شعرك وقصيتيه منه هذا الاهتمام. الاهتمام هو بالمينتنس، هو بالصيانة تبع إنك تضلك عم تهتمي. هيدا هو إنك كل يوم توعي الصبح بدك لما تنزلي. أنا ما يعني أنا ليكي أنا هلا طالعة يا دوب حاطة ولا مثلا حاطة فوندر تاع، ولا إنما مهتمة ببشرتك ما حتى أقدر أطلع بدون هيك. شكرا واضح.